خلينا بقى نروح لمتابعتنا باخر اخبار مهرجان العالمين الجديده، ولسه ان شاء الله ايمان في يعني اليوم الاسبوع الثالث على التوالي من فعاليات المهرجان، مليان مفاجآت وفعاليات كتيره، بس اللي حقيقي مهم ومختلف هو اطلاق وزاره التعليم العالي اول رحله طلابيه لعدد من طلاب الجامعات المصريه لزياره مدينه العالمين الجديده. للمشاركه ان شاء الله الطلبه هيشاركوا في مهرجان العالمين الجديده، وده بهدف انهم يقوموا بمجموعه من الانشطه تنموية وتوعوية وترفيهية، وده بيتم في إطار تعاون بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. طبعا الخطوة دي ممتازة جدا، ويمكن كنا نوهنا عنها من امبارح ان الطلاب يروحوا بنفسهم على ارض الواقع يشوفوا المدن الجديدة ويشوفوا ايه اللي تم والتنمية بتكون ازاي، ويشوفوا ازاي تحولت المدينة من حقل ألغام لمدينة احلام. حقيقي خطوة محترمة وراقية وكويسة جدا، وبتقول ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح في الاتجاه الصحيح، ولازم نشكر كل الناس القائمين على الخطوة المحترمة دي، وطبعا نشكر كمان الشركة المتحدة على المجهود الكبير.